إلى ذلك اقتحم العشرات ندوة سياسية فناصرية قبل انعقادها في بهوى الإدارة المحلية وسط المدينة، وكانت النائب سروى عبد الواحد ضمن المدعوين، حيث قام المحتجون بطردها وتحطيم الكراسي والمعدات، فيما تم تسجيل 5 إصابات على الأقل. المعلومات تشير إلى أن المهاجمين اقتحموا مكان الندوة التي تنظمها الجامعة الوطنية الأهلية وحطموا الأثاث قبل انعقاد الندوة، وذلك احتجاجا على تمرير قانون سانت ليغو في البرلمان.